مشاهدي شوف تي في تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة وجدة. كتواجد معنا الفنانة إحسان عمري مغنية ورئيس الجمعية ديال طلب الغرناطي. كما كتعرفوا يعني بزاف تاع الناس اللي كيعانيوا في هذه الجائحة ديال كورونا، وهي من الناس اللي عانوا، ولكن للأسف السيدة كما كنقولوا حنايا وقع لها مشكل ووقعت لها اكسيدون، ودابا يعني محتاجه واحد الاوبيراسيون لي ايرجون بزاف. غادي اليوم غادي تحكي لنا المعاناه ديالها وشنو وقع لها ومجموعه تاع الامور اللي كتعرفوا الفنانه يعني ما خدموش هذه سنه، والله يحسن العوان. يعني الظروف هي اللي كتخلي كل واحد يعني يوصل لهذه الحاله اللي وصلوا لها مجموعه ديال الفنانين. كان اللي يصبروا وكان اللي ما قدروش، يعني هي كانت صابره رغم انه الازمه الماديه، ولكن كي جات المرض وجات يعني واحد المصاريف كبيره، يعني السيده ما لقاتش حتى باش دير ان سكانير ديال اليورين باش انها يعني يشخصوا لها الحاله ديالها. المستشفى الجامعي مدينه وجده كيعرف اكتضاد، لي رونديفو ما بقاوش يعطيو، يعني مجموعه ديال الامور. اذا غادي نستسروا الحديث مع الاخت احسان وباش ان شاء الله نعرفوا شنو هو المشاكل اللي عندها وشنو كذلك حتى الجديد ديالها. اختي احسان، اول حاجه مرحبا بك معنا شوف تي في. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا الاخ طارق، شكرا للمنبر تاع شوف تي في اللي استضافوني اليوم، وشكرا مرحبا. اختي احسان، انا فاجاتيني اليوم كي قلتي لي يعني درتي، بغيناك تحكي لنا على الحادثه كي وقعت لك بالضبط. نبدا لك غير من الحادثه عاد نمشيو للحوايج اخرين. بون، انايا عندي سكوتر، كنت انا والصديقه ديالي جايين واحد الكافي، كنت كنتقهوى انا وياها، خرجنا كانت نقول لك شي 9 ونص ل 10 ديال الليل بحال هكذايا، عارفين وجده بنادم يجلس في القهوه الى غير ذلك، كافي محترمه. المهم كنا خارجين وانا شاده لي من ديالي وشاده الطريق ديالي، وجيني على اليسر واحد مول تاكسي حمراء حرق ستوب ديالو على اليسر وصافي هو يدخل فينا. فاش دخل فينا الصديقه ديالي، المهم هي ما صرالهاش شي حاجه كبيره، يلاه شويه تقطعت لها الكسوه ديالها وشي خدوش، وبجوج بينا كنا دايرين لي كاسك غير وسمو، هي كانت دايره واحد الكاسك انا عاد كي شريته جديد كان كما نقولوا حنايا قاصح، وانا كنت دايره دوك الكاسكات ديال السون 3، كنت شايفه لي كاسك ديال لي السون 3 هذاك اصلا دغيا يضيعوا. الوغ انايا ترميت في الهواء، جيت على ظهري وجيت على راسي ودخلت غيبوبه، ماشي شي غيبوبه كبيره يعني ديال واحد 3 ولا 4 السوايع. يعني داوك المستشفى شنو الاجراءات اللي دارهم معاك؟ جاو البوليس، انا المهم جاو البوليس ديال الكوستا وجات لومبيلونس خداتني انا والصديقه ديالي ومشينا للمستشفى الجامعي. المهم داروا لي السكانير على الراس، يعني كبداية داروا لي السكانير على الراس وداروا لي الرجوع على الكتف اليد، وداروا لي على الرجل وبقى لي على الظهر. انا كنت ديك الساعه كنت غايبه على الوعي ديالي، يعني مره فاش نبغي نفيق، يعني هما كانوا يهضروا مع الوالده ديالي، لان فاش دات لاكسيدون طاح، المهم طاح لي التليفون وداك الشيء، كانوا شي دراري حضروا ديك لاكسيدون كيعرفوني، هزوا التليفون ديالي اتصلوا بالاب ديالي، يعني باقي الخير في الناس، يعني هما ما سرقوني ما والو، ولكن خداو لي التليفون عيطوا للوالد ديالي والوالده ديالي وقالوا لهم بنتكم راه دارت اكسيدون في البلاصه الفلانيه وجاو لحقوا عليا. دونك الطبيبه كانت كتهضر مع المهم الطبيبه كانت كتهضر مع الوالده ديالي، قالت لها بقى غير سكانر على الظهر، قالت لها حنا كثرنا لها الاشعه قالت لها شوفي، قالت لها اول حاجه ما كانش البلاصه في السيرفيس، بيتوني غير في الكولوار انا والصديقه ديالي، بيتونا حتى 6 ولا 7 ديال الصباح، انا فاش شافوني بقيت كنفيق من الغيبوبه ديالي. يعني ما دخلك لا انعاش لا حتى شي حاجه؟ لا لا لا، ما دخلنا لا انعاش لا والو، بيتونا في الكولوار 6 ولا 7 ديال الصباح خرجوني، قالوا الوالده ديالي قالوا لها واحد ديري سيمانه ولا 10 ايام ورديها نديروا لها سكانير على الظهر، حنا كثرنا لها الاشعه، الصديقه ديالي ما خرج فيها والو، دونك حتى انا ما تهرست لا من راسي لا والو الحمد لله. الوغ انا ديك المده اللي جلست فيها في الدار هي هذيك، عيطوا لي البوليس باش خديت وريقاتي لان كانوا عند البوليس، ترانجيت انا مول الطاكسي على اساس انه ما فيها حتى شي حاجه، وهو
هو اصلا جاني راجل كبير وشفني. المهم هو كما قال هو خدام على عائلته الى غير ذلك. درنا غير معاينه وديه كوستا الاميابل، دونك دخلناها الاميابل، دخلناها الاميابل. هذه كانت السبب ديال اني خسرت الخدمه ديالي، لان انا كنت انيماتريس دو فونت، كنخدم في لي سيرفاس. الناس راه كيعرفوني هنايا، خدمت في مرجان، كارفور، عطا كادا، واسواق السلام، حتى اسيما فاش حلت جديده حتى كنت كنخدم فيها. ولكن دابا صافي، يعني كي درت اكسيدون ما نقدرش نوقف. من موراها جوست جات كورونا. كي جات كورونا يعني هادشي وقع لك قبل كورونا؟ قبل كورونا غير بكلكو جور، ماشي بزاف. يعني انا خسرت خدمتي بسبب الاكسيدون، بسبب يعني الكورونا كاع كثر. يعني بنادم كي جات كورونا حتى الشركات اللي انا كنت خدامه معاهم تأزموا ماديا، تما بنفسهم تأزموا. يعني ولاو مثلا كانوا يخدموا جوج ثلاثه ديال الناس في نفس الشركه، هادو اللي كنهضر عليهم يعني اللي كيمثلوهم هنايا، يبقى يخدم غير واحد. الاغلبيه كلشي كان مريض، يعني كاع لي زانيماتريس كانوا كلشي كانوا مريضين. فهمت. ويعني من بعد كي درتي اكتشفتي بلي انا خصك دير العمليه وخصك لي سكانير وداك الشيء، واش يعني كنتي في هذيك الوقيته عاديه ومن بعد عاد وليتي تحسي بالوجاع ولا؟ جوست كي بقيت جالسه في الدار، انا ما كنتش سمينه بزاف فاش درت لاكسيدون. انا بقيت جالسه غير في الدار، بقيت كناكل وننعس، وبحال سمانيت شويه داك الثقل بدا كيبين ليا الديفو تاع الظهر ديالي. دونك وليت انايا ما نقدرش ننعس على جنبي لي، من ما الا درت على اليمين ما نقدرش نولي للوسط، ولا كنت في الوسط مثلا على ظهري ما نقدرش نولي لليسار. يعني نبقى نغوت، يعني كنغوت باش الوالده تاعي تجي عندي. دونك باش نوض انا من فراشي، انا باش نوض خاصني على الاقل ما بين ربع ساعه حتى نص ساعه غير باش رجليا نحركهم باش نوض من الناموسيه ديالي، ما كنقدرش. وديك الايامات ديال الحجر الصحي راه شفتو، قالوا لنا في الاولى 14 يوم، موراها كي كملت 14 يوم زادوا لنا 20 يوم. صافي هو يدخل سيدنا رمضان، المهم التزمنا بالحجر الصحي ديالنا الى غير ذلك. انايا كانت عندي الراميد كانت قربت تكمل لي، كملت لي في رمضان. دونك انايا هنا حتى المستشفى الجامعي اللي دخلته النهار الاول دخلته كان عندي الراميد ديالي، يعني هذاك مول الطاكسي ما دار معايا حتى شي حاجه، يعني ما خلص لي هو ضاربني وما مخلص لي السبيطار لا حتى شي حاجه. يعني كون ما كانش عندي الراميد في ديك الوقيته وكان اصلا كون راني خلصت شحال. صافي انا كيكمل لي الراميد، قلت انا يا غيت المقاطعات ما كانوش خدامين مع الناس، يعني هكذايا يعني اي حاجه تبغيها. كانوا المقاطعات تقريبا غير الا بغيت شي رخصه يعطوها غير لاب الاسره باش يمشي مثلا يتقضى الخضره ويشري الى غير ذلك، يعني ولا الضروره ما كانش واحد خدام يعطيو له ديك الورقه تاع التنقل. دونك انا كنت كنستنى المقاطعه فوقاش تخدم. صافي كي استأنفت المقاطعه الخدمه ديالها ورفعوا الحجر الصحي تدريجيا على مدينه وجده، لان يعني حنا رفعوا لينا الحجر في المؤسس، يعني جوست مور العيد الصغير. صافي اول حاجه مشيت درتها، مشيت رفعت وريقاتي تاع الراميد لانه انا زاد عليا الحال، ما قدرتش نصبر. مشيت عندهم دفعت الراميد ديالي، ولكن كنكون عارفه انتم الراميد كيتعطل من شهرين حتى 3 شهور. دونك هما عطاوني الريسيبو، انا فرحت قلت بعدا كوميم راه عندي الريسيبو. مشيت للمستشفى الجامعي على نيتي، المهم كي مشيت عندهم وهذا انا باش ما نعممش على كل شيء، راه كاين الناس اللي فيهم الخير وكاين الناس ما لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. مشيت تما واحد السيكوريتي قلت له خويا بغيت نشوف واحد يعني الطبيب هذا في المستعجلات. مشيت نقول لك بحال هكا العشيه 3-4 العشيه، داك السيكوريتي تعامل معايا مزيان، عيط لي واحد الطبيب كان بيرمانونس ديك العشيه. هذاك الطبيب دخلني عند طبيب اخر. المهم كي دخلت عنده هو ان جونوم، قال لي مالك؟ قلت له خويا، قلت له انا في لو موا 22 درت اكسيدون بالليل وراني كنت عندكم هنايا في المستشفى الجامعي، وها شنو وقع لي. وكان باقي لي غير سكانير على الظهر، يعني حيت انا فقت من الغيبوبه ديالي. قالوا لي قالوا للوالده ديالي ديها للدار تريح، حنا كطلنا عليها الاشعه وحدي واحد السيمانه ولا 10 ايام وجيبيها. انا في ديك 10 سيمانه ولا 10 ايام كنت كنريقل وريقاتي مع مول الكوستا باش درت كوستا على 100. يعني جوست موراها دخلت كورونا، يعني بقى الانسان دابا واش غادي يمشي للمستشفى ولا؟ واصلا في لو 13/3 يعني 13/3/2020 ما بقاوش كيستقبلوا. انا ما كنتش عارفه بلي ما بقاوش كيستقبلوا، انا ما كنتش عارفه، انا من بعد بقيت كنعرف. صافي قال لي واش عندك شي رابور قديم؟ قلت له عندي الرابور ديالي القديم
بلي انا كنت عندكم هنايا وها شنو وقع لي دار لي رابور حتى هو صافي قال لي غادي تسطو على الاداره الفوق يعطيوك واحد الرونديفو باش ديري باش تشوفي غير الطريق ديال العمود الفقري. الوغ انا من طلعت عندهم على نيتي سي اش اي بامي مشيت تمايا هضرت مع لي سيكوريتي لان اصلا في الباب كاين لي سيكوريتي قال لي واش بغيتي قلت له ودي راني جايه من هذا المستجلات مستجلات بحال مثلا مشيت اليوم العشيه غد ليه الصباح حيت الاداره كانت سدت كانت بلعت يعني مشيت ليه الصباح مع ديك التسعه ولا تاع الصباح ولا يعني بكرت كي مشيت قال لي راه ما كيعطيوش لي رونديفو قلت له علاش ما يعطيوش لي رونديفو قال لي اصلا ما كاينش اللي غادي يعطيك رونديفو هنايا في الاطباء انا ما قلت للسيكوريتي ربما غير كيقول لي هاد الهضره قلت له لا والو انا بغيت نشوف شي طبيبه ولا نهضر معاها ولا شي طبيب المهم السيكوريتي بحالي الا ما قلتش الهضره واه صافي فتح لي قال لي وادخلي هنايا وسوليهم وعارف بلي غادي الا دخلت غادي يقولوا لي ما كاين والو المهم بحال دار لي خاطري الوغ انا من دخلت كنت عند واحد الطبيبه تمايا جيت نهضر معاها هي اون جون في هكدايا سلام دكتور قالت لي او بعدي مني كورونا المهم قلت لها دكتور انا جيت عندك غير باش على حساب رونديفو نشوف الطبيب ديال العمود الفقري قالت لي اول حاجه لو 13 مارس ما بقيناش كنشدوا لي رونديفو ثاني حاجه قالت لي ما كاينش كاع لي رونديفو ودرك ما المهم ما داتهاش فيا بهاد المهم تعاملت معايا خايب الوغ من موراها قلت لها شوفي قلت لها انا واش هذا الشيء غير مؤقت ولا راه غادي ان شاء الله تكون شي حاجه اخرى قالت لي لا ما كانش لي رونديفو ما داتهاش فيا بقات تهضر مع واحد الطبيبه اخرى مشات هي وياها وخلاوني انايا وجات واحد الطبيبه عيطت للسيكوريتي قالت له خرجها المهم كي جا السيكوريتي انا ما رضيتش انا علاش انا غادي تطيحي بي انا مريضه اول حاجه انا مريضه ثاني حاجه علاش كتعيطوا للسيكوريتي واش انا جايه نهداده عليكم ولا جايه نضربكم ولا جايه نتكفس عليكم انا اصلا راني مريضه ما قداش عيطوا لي واحد البوليسي واحد الراجل كبير جا عندي قال لي مالك يقول لي شنو كان قلت له شوف قلت له عمو بحال هكا قلت له حسبني بحال بنتك وهو يقول لي انا بنتي ما تزقيش انا بنتي ما ديرش انا بنتي وقلب عليا قلب عليا ديك الجهه مع احتراماتي لجميع رجال الشرطه انا كنتعامل مع رجال الشرطه ولكن هو هذا السيد شويه كبير في اللاج ولكن هو ما تعاملش معايا زوين تعامل معايا خايب قال لي واش واقع لك قلت له واه عندك الصح قلت له حيت ماشي بنتك اللي دارت اكسيدون ماشي بنتك اللي جات هنايا للسي اش او وبيتوها في الكولوار 6 ديال الصباح ردوها لدارهم وقالوا لها السيرفيس ما فيهش ما كانش بلاصه في السيرفيس قلت له عندك الصح صافي هو من شاف راسو ما عنده ما غادي يدير معايا قال لي وفر الرابور ديالك انا الرابور ديالي في يدي وكيقول لي ماشي رابور هو السيكوريتي المهم انايا بديك الحضره بقيت كنبكي بحال هكذايا ويجي عندي واحد السيكوريتي اخر واحد السيكوريتي هكا الله واحد الدري الله يعمرها سلعه جا عندي قال لي مالك اختي راني شفتك بحال كتبكي وهذا قلت له دي ها مكان قال لي ارى لي ديك الورقه اللي في يدك قال لي هذا راه رابور قلت له بصح راه بصح السيكوريتي اللي لهيه راه قال لي هذا كاع ماشي رابور مشى وتناقش هو وياه قال له هذا راه الرابور ديالها وهذا قال له لا انا تجيب لي الرابور القديم ديالها اللي كيتبت بلي كانت هنايا في السي اش هذا السيكوريتي انا عيطت للوالد ديالي عيطت له قلت له الله يرحم الوالدين ندخل للشومبرا ديالي البلاصه الفلانيه جيب لي الرابور القديم باش كنت داخله اوروز ما كانوا عندي وريقاتي هي هذيك جا الوالد ديالي جاب لي الرابور خرجت عنده الباب الكبيره تاع السبيطار فين وليت داخله تلاقيت مع واحد الفرملي نعرفه بحال هكذايا ويعيط لي قال لي احسان قال لي راني شفتك متناقشه معاهم هنايا قال لي مالكي قلت له خويا انا ها هو شكاين قال لي باش نجيك من الاخر من 13 مارس ما بقاوش كيعطيو لي رونديفو حتى اللي عندهم لي رونديفو كيجيو مثلا باش غادي مثلا عنده شي حاجه يعني سكانر ولا اي حاجه ولا يشوف شي طبيب ولا غير باش يشوفوا الطبيب قال لي ما بقاوش كيستقبلوهم قلت له علاش قال لي هكا قال لي راهم دابا يعني ولات غير كورونا كيهضروا غير على كورونا قلت له ما يمكنش قلت له هو دابا الفرابي حتى هو راه مبلع حتى فرابي مشيت عندهم قبل منهم قلت له راه كيقول لك ربي راه لاهين غير مع كورونا قلت له دوك بنادم اللي مريض اللي عنده رونديفو اصلا مستشفى الفرابي غير باش تعرفي راه كانوا يعني ديسيداو باش ما يعني كلشي كورونا فهمتي هادشي علاش هما ما كيبقاوش يعني عندهم واحد نوط وزاره بلي المديريه الجهويه بلي انه السبيطار باش يرخفوا على السي اش اي والناس تما تمشي للسي اش اي ولكن للاسف السي اش اي ما
وانا فاش مشيت في الاول مشيت للطبيبه تاع الحومه عطاتني هي واحد الورقه ديال لي ريام باش ندير لي ريام. مشيت انا للفارابي ما كنتش عارفه في الاول، انا ما كنتش عارفه باللي فارابي بلعوه. انا كي مشيت تما قالوا لي هما قالوا لي طلعي للسي اش اي. انا من طلعت للسي اش اي لقيت السي اش اي حتى هو ما كيدخلوش. انا كنقول لك انا في السي اش اي ما كيقبلوش حتى لي روند. مثلا انت يكون لا قدر الله كان عندك شي رونديفو مع شي طبيب، رونديفو ماشي عاد باش دير شي حاجه، اي باش تشوف يشوفك الطبيب ما بقاوش دور لي رونديفو. دوك المشكله فاش كنقول لهم انايا واش كاين شي ميعاد اخر، واش هادشي غير مؤقتا؟ يعني نولي نمشي في حالي ونرجع نهار اخر، ما كيعطيوكش راس الخال. يعني ما كيقولولكش لا ولي ولا ما توليش. دابا هما كاينين مقطعينك الياس من الاول، الفارابي مبلع واخا فهمناها تاع كورونا، ولكن سي اش اي راه مستشفى جامعي وديال الشعب، ويعني بنادم اللي مريض يمشي له. بنادم تقريبا شوف سي اش اي بنادم اللي ما عندوش الفلوس ولا اللي عنده الفلوس، الاغلبيه الناس اللي ما في حالهاش. صحابين الراميد كيمشيو للسي اش اي. دوك واش هما مثلا انا عندي الراميد ما عنديش باش نمشي انا للبريفي، انا جيت للسي اش اي ما عنديش باش نمشي اخويا للبريفي، عندي الراميد ديالي، ولكن ما بقاش كيستقبلوا فهمت. الوغ هو جا نضر فيا بليزير هذاك سميتو، دخلني عند واحد الطبيب تاع العمود الفقري، كتب لي ان رابور، قال له هذه راه كا اورجون. يعني الا ما كنتش كا اورجون راه ما يدخلوكش. قال له كا اورجون راه دايره اكسيدون، ها شنو وقع لها قال لي المهم انا قلت له راه خاصني ايريام. قال لي لا بوتيتر عندك فراكتور على مستوى الباسان. قال لي ربي هو اللي كيعطيك الحريق. ابخي شنو قلت شي 20 جور ولا ودرت سكانر، يعني كون ما دخليش هذاك الفرملي وقال له كا اورجون وهذا وهذا ما كانش غادي يعطيني هذاك لو بون باش ندير. ودرت في يقولوا له درت عندهم في المستعجلات لانه في الاداره كان خاصني الراميد فمازال ما خرجليش، كانت عندي غير ريسيبو. درت سكانر وخرج لي لو كونت روندو وقراه لي الطبيب وصيفطوا لي غير مع داك الفرملي مسكين، ويقول له راه عندها دابا بدايه تاع السياتيك وراه عندها جوج ديال الفقرات في الظهر خارجين على البلاصه ديالهم، ووحده راهم شاكين فيها، واحد الفقره شاكين فيها تقدر تكون قيست لي النخاع الشوكي. قال له باش حنا نقلعوا الشك باليقين خصها اورجون دير لي ريام و 100% خاصها اوبيراسيون باش دوك الفقرات يوليو. قال لي ما ديريش الحزامه تاع الدار، انا كنت كندير الحزامه من قبل. قال لي راه هي اللي كتزيد تعوج الظهر. فهمت. ودابا فين وصلتي يعني بهاد المصاريف هاد الشيء؟ واش ما لقيتيش باش يعني باش ديري هذا اليورام ولا الوضعيه ديالك الماديه كي راه دايره؟ الوضعيه ديالي الماديه ما رانيش خدامه، ما كان لا خدمه لا والو، باش غادي تمشي للبريفي؟ هذه من ناحيه ثاني، انا راه عندي الراميد ديالي هزيت وراه عندي الراميد ديالي ماشي الريسيبو، ولكن لي رونديفو ما كاينينش. شكون غادي يوقف معاك؟ لا رونديفو باش دير رونديفو، غير باش يعطيوك النهار اللي غادي تفوت فيه دير لي ريال، عادي يشوفوك فوقاش غادي دير لوبيراسيون ما كاينش. فهمت. بالنسبه لواحد القضيه اخرى، كنتي واحد النهار كنتي نونسيتي بلي كان عندك شي ورم ولا شي حاجه، يعني كي درتي بهذيك القضيه؟ واه انايا كنت مرت بلوسان ديالي على سريه، وكان المهم الله يستر الله يحفظ بعيد بلا لاباس على جميع الناس، يعني كانت كتسيل ليا شويه بالماء والقيح. انا خفت، انا قلت ربما شي ورم خابيت وهذا وهذا، خفت واحد المده. كذلك كان انا بالراميد ديالي والو سي اش اي وليت عندهم والو، ما كانش الرونديفو باش يديرك الماموغرافي ولا يشوفك شي طبيب. مشيت غير عند الطبيبه تاع الحومه، عطاتني قالت لي ديري ماموغرافي وديري التلفازه، ولكن انا باش ندير نديرها على برا ما عنديش. مشيت بقيت كنسول في الكلينيك، جاتني شويه قاسحه ما عنديش، ما خداماش ما عنديش باش غادي نديرها. حتى الوالد ديالي شويه مأزم. هي هذيك درت واحد لانونس في الفيسبوك، تعاونوا معايا جوج ديال الفنانه صراحه، كنشكرهم من هنايا، واحد في اوروبا وواحد هنا في المغرب. ولكن هذاك الفنان اللي في اوروبا قال لي بحال هكا، قال لي شوفي، قال لي انا نعطيك المال ديالي الخاص، هو رئيس جمعيه ما في اوروبا، قال لي حاليا جمعيه ماهمش كانوا مازال ما تلقولهمش باش يلقاو يعطيو الدعم للناس هنايا، وصيفط لي واحد البركه. ولكن دوك الفليس هو صيفط لي من ماله الخاص، يعني هو قالها لي هذه مساعده، قال لي مساعده مني انايا، قال لي راكي بحال اختي واخا ما يعرفنيش، هو ما كيعرفني ما كنعرفو، هو شاف لانونس غير في الفيسبوك وصيفط لي حقا. ولكن دوك الفلوس ما قدونيش، يعني لانه كان خاصني شويه فلوس عليهم،
هي هذيك انا كنت دايره انونس بارطاجيتها قلت للدراري اللي كيعرفوني فيسبوك تم بارطاجوها في الجروب وفاش تبارطاجات عيط لي واحد السيد من بركان من مدينه بركان هو اللي عيط لي راجل كبير ويعني وكيبغي يدير الخير من اتصل بيا حيت انا المهم مخلي انا مرتي معايا قال لي واش بغيتي الفلوس ولا بغيتي شي واحد يعاونك ما انا مع ديك الليله بقيت كنبكي قلت له لا قلت له انا ما بغيتش الفلوس انا بغيت جمعيه تكلف بيا الفلوس انا يعني عارف على راسي ما غاديش نقدر غادي الفلوس واخا يعطيني خصهم يمشوا في الترونسبور في هذه ما غاديش يقدني واخا حتى لدت ماموغرافي وكان خاصني الدوايات ما عنديش باش نشري الدواء قلت له انا راه عندي الراميد ديالي قلت له ولكن بغيت جمعيه تكلف بيا صافي من موراها قال لي شوفي قال لي غدا نولي نتصل بك حقا الغد ليه ولا اتصل بيا يعني وفى بالكلمه ديالو هضر مع واحد الرئيسه ديال الجمعيه في مدينه بركان ديال امراض السرطان اتصلت بيا حتى هي اللي سميتها مدام زهور اتصلت بيا قالت لي بنتي قالت لي نهار الاثنين قالت لي تصبحي عندنا في بركان يعني رزمو الوالد ديالي شويه عطاني فلوس الترونسبور ما يخلف عليه عطاني فلوس الترونسبور باش ناكل مشيت للبركان ما كان عرفهمش يعني غير التليفون ما كان عرفهمش يعني وتكلفوا لي بالدوسي ديالي ودرت ماموغرافي في واحد الكلينيك وعطيت لها الكوبي تاع الراميد وداكشي والله يجازيهم بخير وصيفطوا لي الدوسي ديالي هنايا المزواريه ولانه كانوا خايفين يكون عندي ورم سرطاني هنايا هي اتصلت بيا لمدام زهور قالت لي شوفي بنتي قالت لي غادي تمشي للمزواريه قالت لي هما غادي يقولوا لك النتيجه ديالك قالت لي ورضي عليا هي هذيك انا من جيت عطاتني النيميرو تاع واحد السيد تما في المزواريه من مشيت عنده وحقا لقيت عنده الدوسي ديالي قال لي شوفي راه عندك دي كيس ولكن دوك لي كيس يعني ماشي خبيثين يعني دي كيس يعني حميده يعني كما نقولوا حنايا مهم يعني مرض السرطان مستبعد قال لي ولكن ما عطاونيش حتى شي دواء قلت له انا دوك لي كيس كيعطوني الحرك بزاف سورتو بالليل انا دوك واش ما عندي لا لظهري ولا لصدري ولا يعني كيجوني كلشي خطره وحده ما كنقدرش شي مخطره كتجيني السخانه البارده في الليل وتولي لي عاوتاني السخانه الحاميه فاش كنشربوا لي بران ما كنقدرش قال لي ما نعطيوك لا دواء لا والو الحاجه الوحيده اللي غادي ديريها مع النضات هذه ابري 6 موا تعاودي لنا ماموغرافي جديد لان دوك ليسونس هادشي اللي كاين قال لي ليسونسيال ما عندكش المرض تاع السرطان وليت اتصلت بديك السيده مدام زهور قالت لي شوفي بنتي قالت لي الا ما كانش عندك باش تعالجي قالتها لي هكا وكنشكرها بزاف قالت لي حنا ما غاديش نفوتوك من هنا لسي موا ما كانش اللي غادي يعاونك باش ديري ماموغرافي اخر قالت لي ولي اتصلي بيا قالت لي حنا غادي نتكلفوا بك ولكن هي قالت لي واحد الحاجه قالت لي عاوتاني انت بزاف عليك باش تجي غاديه جايه على بركان وهنا وجد ما نكذبش عليك انا درت نداءات وهنا وجدت واحد ما تكلف بالحاله ديالي شوف قولي لي واحد القضيه الناس كتسول هنايا اللي كيقول لك راكي دايره ماكياج راكي مصاوبه اللوك ديالك كذا باش يعرفوا يعني كلي تحسابها فهمتي الناس راه باش يعرفوا علاش انت دابا راكي بيان ماكيي ومقاده الشعر ديالك وهذه باش الناس تفهم شنو يعني كي غادي نساليو معاك من هنا فين غاديه انا خوتي علاش راني مقاده وماكيا انا فنانه ممثله ومغنيه ودوك راه عندي تصوير ديال الفيديو كليب ديالي انايا على داكشي فاش حضرت شوف تيفي يعني جات اون باراليل يعني جا مع بعضياتهم يعني غادي يمكن نكمل معاكم ان شاء الله نمشي نصور الفيديو كليب ديالي فهمت هادي شي واش هذا شي عمل جديد ديالك ولا تكلمينا عليه شويه وهذا عمل خرجوا شويه من المعاناه والمرض وهذا العمل ديالي انايا الكلمات انا اللي كتبتهم النوع تاع النوع الموسيقي اللي انا راني دايرته حاليا هو نوع تاع الطراب يعني بحالو بحال الراب شويه بعيد على اللون الموسيقي اللي كنت نتعاطى له من قبل وباقي كنتعاطى له اللي هو الطرب الغناطي كما راك عارفه خويا طارق انا رئيسه الجمعيه راك ديجا قلتها ديال الطرب الغناطي والموسيقى اصلا كتجري لي في الدم فهمت وبالنسبه لك الناس اللي ما كيعرفوش
هو انك انت هي البطله ديال الكليب ديال ويك، انت هي فاتحه ويك ويك فاتحه ديالي اللي كمالها بالينا دار واحد الضجه كبيره. واه الناس ما عارفينش هذا الشيء. هذا خوتي هذه هي البطله ديال الكليب ديال ويك ويك فاتحه ديالي، هذه هي فاتحه. بغيناك تكلمي لنا شويه على هذيك المشاركه وعلاش شاركتي مع كمال بالضبط. علاش شاركت مع كمال بالضبط؟ اول حاجه فيديو تاع ويك ويك فاتحه ديالي ماشي هو اول كليب اللي كنديرو مع كمال هبالينا، درنا قبل فيديو كليب قبل ديال اي ليستن تو مي. هاد الديسك ديالو مثلت فيه شويه مره كبيره، وكنت دايره جلابه وضاربه الفرانه وكانت عندي زعما كاين بنت. المهم قصه واقعيه، واحد القصه واقعيه. من بعد عاد درنا فاتحه ويك ويك، وكان اللوك ديالي شويه مختلف على الفيديو كليب الاول. ربما الناس ما تقبلوش، الله اعلم، كلها كلها واش كيقولوا عقله. الفن هو هذا، يعني تمثيل. خصك مثلا تعرض عليك مثلا شخصيه مثلا لاباس عليها، خصك تمثلها. مثلت متشرد، تعرضت عليك شخصيه تاع واحد متشرد، خصك تعيش الدور. انا مثلت في فاتحه ويك ويك تاع واحد الانسانه اللي هي قصه واقعيه ديال كمال هبالينا، اللي هي كانت فقيره وكانت معاه الى غير ذلك. من بعد يعني بحال الى غراها واحد السيد، يعني ولات تدور براسها، ولات تلبس مزيان الى غير ذلك، يعني فيها شويه الخيانه الى غير ذلك. وهذا كيضل كيبقى غير عمل فني. كاين الناس اللي ما كتفهمش ما معنى العمل الفني، هذاك راه غير عمل فني. يعني انت شاركتي غراتويت معها، ما تخلصتي ما حتى شي حاجه، يعني غير مهم. كمال هبالينا صديق ديالنا. اول حاجه قبل ما نعرفو، انا كنت نعرفو كمغني من قبل، يعني كان جامعنا الدومين تاع الموسيقى. و يعني فاش مثلت معاه في الفيديو كليب الاول، هو عجباتو الطريقه ديالي، لان كان مثل سبونطاني، عجبو الدور ديالي. ولا اتصل بيا قال لي الا كان ممكن ديري معايا الفيديو كليب الثاني. قلت له واه ما عنديش مشكل، انا كنبغي نتعاون مع الفنانه ديالنا هنايا. ولكن هذا ما كيعنيش انه كخدمت غراتوي ولا، راه ماشي هو اول فنان اللي مثلت معاه. مثلت مع بزاف تاع المغنيين، ولكن راه بيابل بالفلوس، ماشي غراتوي. يعني كنخدم الا اذا كان شي حاجه اللي كما نقولوا حنا دون دون، فهمت؟ بالمقابل مثلا انا خدمت لك غراتوي، انت تخدم لي غراتوي، انا ندفع لك تخدم لي غراتوي، خاصني شي حاجه. يعني بحال هذا الكليب دابا اللي راك غتصوريه دابا، يعني الناس واقفين معاك، يعني ما خلصتي حتى شي حاجه. لا هذا ديالي انايا، فهمت؟ هذا ديالي انايا، وما حتى الممثلين ما حتى واحد ما غادي يمثل معايا، دايره بوحدي انايا. وبالنسبه للكاميرا مان وداك الشيء، يعني ما خاصهم هما فلوس يخلصوا، ولا يعني متعاملين معاك؟ واه 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 كيتعاملوا معايا، كيتعاملوا معايا سيرتو اللي سجل لي الديسك. لان الناس كي غادي تشوف يقول لك غادي تمشي تصوري فيديو كليب كذا، غادي يقول لك هذه راها متناقضه، كيفاش هي غادي تصور فيديو كليب؟ يعني باش يعرفوا بانه الناس راهم متعاونين معاك، يعني اللي غادي يصور لك غادي يصور لك غراتويت، يعني فهمتي كيفاش؟ باش يفهموا هذه القضيه هذه الناس وصافي. لا فهموها، راه حتى مول الاستوديو كيقولها لك، يقول لي شوفي احسن انت مالكيش خدامه، انايا الديسك اي ديسك بغيتي ديه باكي بحال اختي، ما تخلصينيش كاع. يعني كيتعاونوا معايا حاليا في هذه الازمه اللي رحنا فيها، فهمت؟ يعني الفنانين كيتعاونوا بيناتهم. ضروري لان حتى الصور راه الصديق ديالي واخ ديالي قبل ما يجي يصور معايا فيديو كليب، فهمت؟ هو غير بالنسبه لك دابا انت اخر طلب اللي كطلبيه من الناس اللي كيشوفوا فينا باش ما نطولوش عليه. اخر طلب شنو باغيه؟ واش مساعده ماديه، ولا تكلفوا لك غير بالعلاج ديالك، ولا باش الناس تفهم شنو كاين؟ اول حاجه خوتي انا اللي بغيت نقول لكم، انا واحد البنت اللي ديبلومي، راه عندي الدبلومات ديالي، راه ماشي وحده اللي ما قارياش ولا، انا راه باشوليير وعندي لي ديبلوم ديالي، عندي اربعه ديال لي ديبلوم. وهنا في المنطقه الشرقيه ككل، ما نهضرش غير على وجده، يعني فاش ما جيت تخدم كيعطيوك 1000 درهم لتحت، 1000 درهم شاد دير لك؟ و8 السوايع ولا 9 ولا 10 السوايع ديال الخدمه وشاد دير لك؟ ما كاين والو. وحاليا مع هذه الازمه تاع كورونا ما كانش الخدمه، هذه من ناحيه. ومن ناحيه اخرى انا فاش وقعت لي لاكسيدو كانوا عندي شي فليسات قبل، نط انايا قلت انايا ميلاني دايره لاكسيدو هذا وهذا، جبت دوك الفلوس ديالي كاملين خرجتهم اللي كانوا عندي، شريت بهم واحد السلعه وعطيت لخويا، قلت لخويا غادي تهود الجوطيه تخدم، درت ليه كيف مشروع
ويجي واحد الشيخ الله ياخذ فيه الحق هذا النهار وحسبي الله ونعم الوكيل وراه الا شافني نقولها له تفوجو حسبي الله ونعم الوكيل الفلوس اللي كانوا عندي ديك 6000 درهم كامله اللي انايا خدمت بها قبل ما ندير لاكسيدون شريتها سلعه كلها داها ليا محجوزات ودروك ما عندي والو دوك كنجيب هذاك هو راه شيخ ومعروف هنا في المدينه بلا ما نذكر السميه ديالو راه هو معروف هنا في المدينه دليا رزقي ولكن شد درست واحد السيده اللي طاكات 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 وفي الاخر خسرت السكوتر ديالي وخسرت الصحه ديالي وخسرت الرزق ديالي وحتى من خويا اللي كان كيعاوني ما خلاناش حتى باش نردو فلوس الكريدي ما خلاهم الناس دالي كلشي السلعه ميم لي بورطابل اللي كنت دايره كدايره التليفونات ودايره كسوه تاع الدراري وكسوه تاع الدريات كلشي باقي في الميكا ديالو كامل السلعه ديالي دهالي وحسبي الله ونعم الوكيل في هذه اللحظه وكنقول واحد الحاجه للمسؤولين كنقول لهم واحد الحاجه يا راه الانتخابات قربت غير وسمو ماشي حتى تتقرب الانتخابات وتجيو تدوروا علينا اول حاجه شوفونا حنا كي راحنا عايشين شوف بعدا الناس اللي راه انا بعدا اللي خسرت خدمتي في لي سوق فاس ما بقيتش خدامه والفلوس اللي كانوا عندي مشيت درت بهم مشروع وجاو داوهم لي في المحجوزات عاد روحوا شوفونا الا نعطيكم اصوات ديالنا وحاجه اخرى راه بالاصوات ديال الشعب بينا حنايا باش راكم نتوما في داك البرلمان وفي داك البلاصه باش تمثلونا ماشي تجيو تمثلوا علينا ماشي انايا تديو ليا رزقي وفتالي تجيو تدوروا علينا نعطيكم الاصوات ديالنا باش تمثلونا باش تهضروا علينا امام صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وعطال له في عمره ماشي باش راه قربت الانتخابات ما تجيوش تدوروا علينا وتقولوا لنا حنا عطونا بعدا حقوقنا اللي ديتونا عاد روحوا نعاودوا ننتخبوا عليكم مره اخرى هذيك ماشي كلشي المسؤولين هنا في مدينه وجده ولكن البعض عارفين الرسانهم عارف على مراني كنهضر وانا عيط لي شي واحد وقال لي شي حاجه نقول له واه اشنو درت لي خدمنا معاكم وطاكينا معاكم في التالي ديتوا لنا حوايجنا المحجوزات انا حتى رزقي لحد الان ما كاينش صحيا وماديا ومعنويا حطمتوني انا حطموني المسؤولين ديال المنطقه الشرقيه ماشي كلشي ولكن بعض راه عارفين رسانهم شكون هما هذا اذا هذا هو النداء ديالك يعني للناس اللي كيشوفوا فينا يعني مساعده يعني بغات ماديه ولا تكلفوا لك بالعلاج ديالك انا بغيت اول حاجه بغيت نتعالج هذه الاولى واللي بغى يساعدني سواء جمعيات ولا شي واحد يعني هو يعني هو كشخص الله يخلف عليه ويكثر خيره انا راه عندي الرميد انا عندي الرميد ديالي انا خاصني غير ندخل للطبيب انا راني بالرميد ديالي يعني ما غاديش نستنى شي واحد يعطيني فلوس ولا هذه ولا واخا انا محتاجه راه عندي الرميد ولكن لي رونديفو اللي ما كاينينش غير لي رونديفو اللي ما كاينينش هنا في السي اش حنا بغينا اللي يوقف معايا انا راني واقفه على اوبيراسيون على الظهر وانتم كتشوفوا خوتي كندير العكاز ها هو جاب معايا عكاز باش كنتكى عليه باش نوض باش نوقف ما كنقدرش نوقف وكنتمشى ميط ولا جوج ميط وكنسخف كنطيح قلبي كيبقى يضرب وبديبلوماتي كما قلت لكم راه ماشي واحد الانسان اللي ما قارياش ولا وحاجه اخرى انا مايك اب ارتست وحلاقه كندير الحلاقه يعني راه بديبلوماتي وبصنعتي ابار الدبلومات نتاعي تاع القرايه راه عندي الصنعه ديالي ولكن المنطقه الشرقيه ما فيها والو وجده بركان احفير جراده المنطقه الشرقيه ككل ما فيها والو يكذب عليك اللي يقول لك راه كاين الخدمه الا راهم خدامين ب 1500 درهم ولا 1000 درهم و 8 السوايع راه ما مرسمينش راه مين يطيح انا طحت مريضه انا كنت كنخدم ب 2000 درهم قبل لاكسيدون حتى ل 3000 درهم وما كنتش مرسمه ومين طحت اكسيدون داكشي ما لقيت والو ما لقيت حتى شي حاجه ميم الرميد ديالي راك شفتو راني بالرميد ديالي وما راهمش ما كانش لي رونديفو انا بغيت اللي يوقف معايا في سي اش نشد الرونديفو ديالي ندير هذا ديريام والاوبيراسيون الا كانت اوبليجي حيت الطبيب قال لي اوبليجي لوبيراسيون يوقفوا معايا وبغيت خدمه بالدبلومات ديالي وبغيت رزقي اللي داه ليا الشيخ صافي شكرا اختي احسان نتمنى ان شاء الله الرساله تكون وصلت اذا المشاهدين تبارك الله عليكم سمعتوا انتم المعاناه ديال الفنانه احسان عمري نتمنى انه اللي بغى يساعدها الرقم ديال الهاتف ديالها راه مكتوب الفوق في السطاتي وكذلك كانت من انه تبارطاجوا معنا هذا اللايف هذا